بعد توقف دام 6 سنوات عاودت نشاطها جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركي بفصولها الدراسية المتواضعة. تقدم الجمعية مساعدات لهؤلاء الأطفال ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. تأسست في عام 93، مهمتها إعادة دمج المعاقين في المجتمع من خلال بعض الأقسام التي تساعدهم. تجد اليوم نفسها وحيدة وبعيدة عن اهتمامات الجهات المعنية والسلطة المحلية والمنظمات الدولية. الدعم المادي الذي نحن بحاجة إليه من أجل تنشيط الجمعية، يعني نحن عندنا باصات لنقل التلاميذ من وإلى المدرسة، نحن بحاجة للمحروقات التي هي الديزل والبترول، هذا مش متوفر، الدولة ما تساعد نحن بتوفيره. نقص الدعم وشحة الإمكانيات تعرقل سير هذه الجمعية، كما أن توقف الحافلات المخصصة لتوصيل الأطفال وارتفاع أسعار الوقود يهدد بتوقف مشروع تأهيل الأطفال نهائيا. مش عندنا إمكانيات، نحن قدمنا إلى مدير النفط طلبنا منه الرياح مخصص حقنا قبل حوالي 10 سنوات أو 6 سنوات سنة 2002، قال إلى الآن ما نقدرش نصرف إمكانيات، حقنا إمكانيات حوالي كانت 1000 متر لتر. ومع استمرار تفاقم مشاكل هذه المؤسسة تستمر أيضا نداءات القائمين عليها من أجل إعادة الحياة إليها ومساعدة المعاقين على الانخراط بالمجتمع بشكل سليم. بعدما كانت من أوائل الجمعيات المتخصصة في رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وذوي الاحتياجات الخاصة، ها هي الآن تعاود نشاطها بعد توقف دام 6 سنوات وتناشد الجهات المختصة بتوفير ما يلزم لهذه الشريحة وتساعد على دمجهم في المجتمع بشكل صحيح. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.